لا تحول أي معاملة ولا أي مشروع لمكتب الأستاذ نايف. أخوي أنت ما تفهم، أنت افهمني، الولد غايب له يومين وأبوه يقول لا تحولون له أي مشروع ولا أي معاملة وتلغون التفويض بالتوقيع حقه. سمعت؟ سلام. أنا بخلي هالملف عندك، سلمى لعمي أبو نايف. أبشر، يوصل إن شاء الله. بمر بوقت ثاني. خير، تحياك الله. مساء الخير. مساء النور. هيدي موجودة؟ لا مش موجودة. تحب تسيب لها رسالة؟ لا 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 مشكورة. حمود، وش يبي ذا الحين؟ سكحتي شاي لو حاط 50 شغالة جبت لك طردتيهم. يا حبيبي وش أسوي، أنا ما أحب الشغالات وأحب أشتغل، الشغل يسليني والله، لو ما اشتغلت أمرض يا أمي. كل حبيبي هاك أبوي سم. بس حمود خلك من الشغالات الحين والكلام هذا، بصراحة أنت ليش قاعد تتأخر هالفترة كل يوم؟ شغلي وما شغل، المشروع اللي قاعد أسويه الحين ما أخذ كل وقتي ليل ونهار، وأنا على هذا المشروع، هذا المشروع بالذات ممنوع الغلط فيه. ما شاء الله عليك، عافية على ولدي، الله يوفقك ويسعدك ويحفظك من كل شر يمك. آمين. إيه سمعين هالدعوات الطيبة هذه، أحبك يا أم حمود وأنت في المود. يا بعد قلبي ترى أنا على طول في المود، بس انت تدري وش اللي يطلعني عن طوري ويخلي المود الحلو حقي يقلب؟ أرجوك لا يقلب. كنت اليوم في مكتب بنايف، عطيت الملف، ملف المشروع،
ولا سمعت ذاك الخبر اللي شق الأذون شق. يقولك نيوف ولده زعلان على أبوه وهاد الشركة. بس أنت وش دراك؟ سمعت عرفت الخبر يجيني لعندي وبلاش. كنت قاعد في مكتب مدير مكتبة كان يتكلم بالتليفون وخرب الأول والتالي كل شيء وصلني. ألو هلا هلا بالحبيب. لا حول ولا قوة إلا بالله، ما في فائدة يا حمود، وبطبيع ما يغير طبع. يعني أنا أقول يعني حلو نتكلم مع بعض، يعني حلو يصير بيننا شوية كلام وأخذ وعطاء، يعني نتعرف على بعض أكثر. حمود أظن أنه لسه بدري على هالكلام، وبعدين أنا ما وصلت القرار ولا أدري عمي وش وصل له بعد. بس ما يمنع أن كلامنا مع بعض بيساعدك في اتخاذ قرارك، ولا ايش رايك؟ صحيح احنا عيال خالات بس ما نعرف بعض سين، فاعتقد هذه المكالمات هذه يعني بتعرفك على شخصيتي اكثر. ما اظن يا حمود اني بحاجه اعرف شخصيتك اكثر، قصدي حمود قراري مو بيدي. مثل ما تحبين، بس لو بغيتي يعني تكلميني او تسالين عن اي شيء يخصني انا حاضر. مشكور، ما قصرت. هند، اليوم سمعت خبر غريب عن نايف. نايف؟ وش فيه نايف؟ لا يقولون إن نايف متخانق مع أبوه وطارد من الشركة. لا، الخبر هذا غير صحيح. نايف ما هد الشركة، عنده شغل مو أكثر. لا بس أنا متأكد من الخبر. وشلون متأكد منه إن شاء الله؟ من مدير مكتب ونايف شخصياً. ألو؟ ألو هند؟ معك يا حمود. ما أتصور إن الخبر صحيح. نايف مسافر بشغل مو أكثر. حمود عن إذنك أنا تعبانة شوي، بروح أنام. تصبحين على خير. منيان الله يحييك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا فهد، منور الدوحة يا نايف. منور بهلها يا بعدي، شفت من يومين قاعد أقول لك ما أقدر أجيك وهذا أنا عندك الحين.